بتاخدنا الايام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية ولا حد يشيل عنك همك الا اللي دمه من دمك دي العيلة شجرية العيلة فرد على ولادها بلاد الشادية على نار هادية بتاخدنا الأيام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك شجرية العيلة فرد على ولادها ضليلة هوا صافي وبلابل شادية على نار هادية عيش بضمير عيش وعشق وحلم ووعد خاف من خاف لم يسلم مهما جرى أعلم الله أعلم حيجيك بكرة أحلى وأحلم والأفراح حتجيك متهدية على نار لو كدبت ظن ازاي يكدب عينيا انت رايح معاها فين وبعدها تيجي عندنا ازاي هشوفك واكلمك عادي مش هشوف غير صورتك وهي جنبك مش هقدر ابصلك هشوفها في عينيك ما اقدرش خليك معاها خليك اعتذر وما تجيش هو احنا هنضيع الوقت في الكلام عن صحتي ولا ايه هو ده اللي يهمني انت مريت بظروف رهيبه ضرب نار وعمليه ونزيف لو نقل دم
أصلي هو ده اللي يهمني. ده واجب إنساني لا أكتر ولا أقل. وعموماً أنا أقدر أتبرع بدمي لأي حد معرفوش لو ده كان هينقذ حياته. وتروحين المستشفى؟ وكل يوم؟ رجائي، أنت عايز توصل لإيه؟ الحقيقة، حقيقة مشاعرك. ما أنت أكيد عارف. كنت، لكن دلوقتي مش متأكد منها. اهتمامك بيا الفترة اللي فاتت كان مطمني، لكن كلامك في الفترة دي قلقني. رندا، أرجوكي قولي لي حقيقة مشاعرك من ناحيتي ايه؟ احساسك بيا ايه دلوقتي؟ مالك انت ومالي دلوقتي؟ انت سبت الحاضر بجماله واتلفت للماضي، رحت تدور على حقيقة امي واكتفيت بنص الحقيقة، سبتني وبعدت عني، وجاي دلوقتي تسألني عن حقيقة مشاعري؟ مفيش غير كده بقى، أكلمك. ألو سعد، في ظروف جدت ما تقدرش تيجي عندنا النهاردة. يا شبيحة أنا عندكم فعلا. أيوة أنا قاعد مع باقة البيت. طيب هو هيكلمك. تأخرت ليه يا سميح؟ طبعا قاعد معايا اهو. لا هيفضل قاعد وهيستنى معايا لغايه ما تيجي انت ورجاء. يلا سلام، يلا اوام. ايه اللي وداه بدري؟ يكونش شافني زي ما شفته؟ طب وهيهمه في ايه؟ هو انا مراته؟ حبيبته؟ انا بالنسبه له مجرد صديقه. هو ما خنيش، انا قلبي هو اللي خن. ما تسيبينا من الماضي بقى يا رندا. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ انت عارفه الدكاتره قالوا لي ايه؟ قالوا لي ان انا اتكتب لي عمر جديد. وعارفه الرصاصه دي عملت فيها ايه؟ ايه؟ لا مش عايزه اعرف. الرصاصه دي قضت على كل افكاري القديمه، طردتها مع الدم اللي انا نزفته. عشان تبقي عارفه دمك بس هو اللي عايش جوه قلبي. بلوز التاني. اهلا. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك يا سعد، متشكر على سؤالك. سلامة يا والحضن يا جنب. سؤالي ده أقل واجب ممكن الواحد يعمله معاك. معلش أنا آسف جيت قبل الميعاد. أهلا بيك في أي وقت. رجائي اطلع ارتاح في اوضتك، مفيش داعي للحرج، سعد مش غريب. طيب عن اذنكم. اتفضل. فين الجاتو؟ انا جبته بس نسيته في العربية ثانية واحدة. لا هات المفتاح، هات المفتاح، انا اجيب ان شاء الله. ازيك يا سميحة؟ الحمد لله كويسة أوي. في إيه بقى؟ أنت كنت عايزة تأجلي الميعاد لبكرة ليه؟ أبداً، أنا بس خفت نتأخر أنا ورجائي وتيجي ما تلاقيناش. في ايه يا سميح؟ مالك؟ ابدا مفيش. اتفضلوا الجاتو. انا في ملحوظه عايز اقولها. انا ملاحظ ان رجائي مصر كده، ولا انا غلطان؟ الحمد لله اطمن، كل حاجه تمام مع رضا. سلام، ربنا يخليك يا سميح. سميحه دي انسانه هايله، عندها طاقه هايله على اسعاد البشر. نفسي ابقى سعيد ليها زي ما انا سعيد بيها. عن اذنك. سميحة، أنا عارفة أنت عايز تقول إيه، وأرجوك ما تفكرنيش. أنا ما نمتش طول الليل من كتر ما أنا متغاظة من نفسي، حتى الدموع خانتني ما قدرت أشمعها أو حتى أجلها لما أبقى لوحدي. وهتسألني ليه؟ هقولك معرفش. لا أنا مش هسألك، بس عايز أقولك حاجة. البركان الهادي بيبقى هادي من بره، لكن النار بتغلي من جواه.
تفضل النار تزيد وتغلي اكتر واكتر ومحدش حاسس بيه، وفجأة ينفجر. انا يعني عايز اقولك حاجة، انت ليك قريب وصديق بيحبك قوي قوي، لو كنت بتقولي له بتكلميه بتفضفضي له كان يجرى ايه؟ كان انفجر زيي وزي البركان. سلام. سلام. كويس قوي ان انت وصلت دلوقتي، في مشكله ولازم تتحل فورا، يا اما النزيل ياخد شنطه ويمشي. صباح الخير يا سميح. صباح النور يا ناشا. عجبتك هديه سعد عطله؟ هديه ايه؟ هديته رجائي قريبك بمناسبه شفاه. والله ما شفتهاش. اما حته هديه يا سميحه لكن تحفه، هيعجبك ذوقي قوي. اصل انا عارفه البيوت العريقه دي بتحب ايه، بتحب الحاجات الانتيك اللي كل ما ادمت كل ما زادت قيمتها. ايه رايك بقى يا سميحه في خنجر تركي فض قديم؟ خنجر؟ اه خنجر، تاريخه بيرجع ل 500 سنه لورا. تخيلي الاحجار اللي موجوده في الخنجر احجار كريمه، ممكن يستعملوا كمان فتاح الجوابات. ها ايه رايك في ذوقي؟ كويس قوي. ريحتيني يا سميحه ان ذوقي عجبك. الحمد لله. باي باي. ماما ماما عاوز كون. وانا كمان يا ماما. هات لهم اللي هم عايزينه يا دادا. ماشي يلا حبايبي يلا. الو. ايوه يا انكل بهجت، ازاي حضرتك؟ انا هدى، انا بتكلم من النادي. ايوه ما انا عارفه ان سميحه في الشغل، انا بتكلم عشان اسال على رجائي. طب الحمد لله الحمد لله. ازاي بقى؟ ازاي يا انكل تقول كده؟ ده انا وسميحه اخوات توأم، حقيقه بنتقابلش كتير لكن بينا اتصال على طول. لا اتصال تليفون مش كفايه، يا ريت تقابليها في اقرب وقت وتعرفي كم مالها. ايوه امبارح كانت في حاله نفسيه سيئه، انا ما عرفتش اعرف مالها والله. ايوه ما قدرتش. يا ريت انت تعرفي بقى تبقي تطمنيني. ها اوكي مع السلامه. ايه الكلام اللي بتقوله ده بابا؟ سميحه حضرتك ما تتصورش كانت فرحانه بيا وبراندا قد ايه النهارده. يبقى لازم سياده نكدت عليها عشان خدتكم معاها وخرجتوا، وكانت فاهمه انكم هترجعوا بالكتير بعد ربع ساعه نص ساعه، يعني توصلوا اقرب محل جاتو تفضلوا انتوا في العربيه، سميحه تجيب الجاتو بسرعه وترجع. هو انا لحقت اقعد مع رندا يا بابا؟ ده الوقت فات كانه ثواني. ايوه يا سيدي، ما الوقت ده مساله نسبيه. سياده كانت في حاله اعصابها بتفلت، لما اعصابها بتفلت لسانها بيقول كلام جارح. لا يا بابا المسائل ما وصلتش الكلام جارح ولا حاجه، هي صحيح ماما زعقت وهللت شويه لكن سميحه كبرت، اصلها كانت متوقعه ان ماما هتعمل كده اول ما نوصل. يا حبيبتي طول الوقت كانت قلقانه وشايله الهم واحنا راجعين عشان اتاخرنا، وبعدين انت عارف ماما بابا مهما صارت وانفعلت سميحه بتعدي وبتفوت. انا عارف بس مش فاهم ايه كملها، مش فاهم يعني سياده ما زعلتهاش، مفيش حاجه تانيه زعلتها. أنا كل ما الأمر يزداد غموض أنا بزداد قلق. هشام فندم ممكن ما نطلعش دلوقتي؟ ليه؟ هو رجالي مش فوق؟ لا رجائي فوق طبعا، هيروح فين يعني؟ انا كلمته امبارح عشان اقابله وما لقيتوش موجود. هو انت كنت ناوي تيجي هنا من غير ما تقول لي؟ هو انت ما تعرفش حد غيره هنا؟ انت عايز ايه بالظبط؟ عاوز اعرف مالك من اخر مره اتكلمنا هنا وانت متغير، كل حاجه بتعملها معايا تاديه واجب، بتوصلني بتجيبني بتسال على رجائي، كل حاجه بتعملها صح بس بدون اهتمام وبدون اي روح بشكل آلي. ما انت لو كنت مهتمه بيا ما كنتش حطيتيني في الموقف المحرج اللي انا فيه دلوقتي ده، ولو كان قلبك عليا صحيح ما كنتش قلتي اللي قلتيه. بقى انت وماما زي المايه والزيت ولا يمكن تختلطوا ولو لدقيقه واحده. اسمع يا شيخ،
انت ممكن تروح لمامتك زي ما انت عاوز، تتغدى معاها، تتعشى معاها، تقعد الوقت اللي انت عاوزه براحتك. انا مش هعترض زي ما هي بتعترض. وحتى لما نتجوز وتيجي عندنا البيت، عاوزه تبات يوم اتنين تلاته سنه، مفيش اي مشكله. بس في الوقت ده بقى انا هبات هنا عند بابا. اعتقد ده من حقي. يا ده انت كده بتطرديها بالذوق زي ما هي طردتني بقلة ذوق. الو جست ريليشن. اوكي جود. نو نيفر مايند، يو ويل كام باي. ايه كان في مشكله جديده؟ قفل الخزنه بتاعته ونسي الارقام السريه، بس الحمد لله بدل ما يعمل لنا مشكله افتكر الارقام. شكلك مرهق قوي يا سميحه، تعبتي النهارده، كان يوم كله مشاكل. اليوم ده باين من اوله. يلا بريك بقى، قومي استريحي وتغدي دلوقتي. ايه مش عايزه تستريحي؟ ما جوعتيش؟ يلا عشان تتغدي. يلا بقى. بصراحه مش قادره ادخل الريستوران، التكييف عالي قوي وتعبني، زود لي الصداع. ايه يا بوب، خلاص هتسيبوا الاوتيل؟ ايوه الشنطه دي بتاعتنا. مبسوط بقى انك هترجع البيت؟ نص نص. نص ونص ليه؟ ما انت رايح البيت وليك اصحاب هناك. سمسم حجاج. طب مش احسن لو باجي اخدك ونخرج انا وانت نتفسح سوا؟ الله بجد. يلا يا عم يا بختك، هتخرجوا تتفسحوا وانا لا. الله، الكاسكيت بتاعتك فين؟ ايه ده انا نسيتها، هروح اجيبها. طيب احلى حاجه فيك انك فعلا بتعرفي تعاملي الاطفال. بلاقي فيهم البراءه اللي بتخليهم يفرقوا بين الحنان اللي من القلب واللي بس بالكلام. طب ما انت فيكي براءه الاطفال، بس مخك يوزن بلد. ممكن لو سمحت مفيش داعي نتكلم عني. ماشي، مش هسالك كم مالك امبارح. اكتر حاجه بحترمها فيك انك ما تسالش كتير. الله، يعني لو سألتك مش هتحترميني؟ لا طبعاً هحترمك وأحترم إصرارك وأحترم كمان حقي في عدم الرد. لازم بقى سر خطير. يكفي إنه سر. عموماً مادام ما يخصكيش مش مشكلة. كنت فاكرة إنه يخصني. انت بتبتسم لجدو؟ انت بتحب جدو؟ بيقولوا انه هو شرعي، صح ولا انا بيتهيألي؟ ايوه طبعا يا حبيبي شرعي. انا كنت فاكر ان سميع عندك، انا مش عارف ايه اللي اخرها. براحتها يا بابا، ما تيجي وقت ما تيجي، هي وراها حاجة. اصل انا كنت طالب انها تجيب لي حاجة، لما اتأخرت فرغ صبري بعدت انا جبتها. حاجة ايه يا حبيبي؟ هتعجبه قوي. يا بابا اعمل معروف، سيبه ينام بقى يا بابا. انت عايزاه يفضل نايم على طول؟ يا حبيب قلبي، ما هو البروجرام اتغير دلوقتي، بقى بيصحى بالليل وبالنهار ساعات، شويه بيصحى وشويه بينام، وانا بقى لما بينام بنام ولما بيصحى بصحى. يا سبحان الله، ده انت كان نومك تقيل تقل، ولا الطبل البلدي كان يصحيكي؟ كان يا مكان، دلوقتي خلاص بقيت بصحى من اقل حاجه، اول ما بيصحى بحس بيه حتى من غير ما يصرخ ولا يعيط. يا سلام على قلب الام. قول يا سلام على غلب الام. يا بخت سميحة، مرتاحة من الغلب اللي أنا فيه. سميحة، بقول لك يا هند، ما حسيتيش من كلام سميحة كده إنها حاطة عينها على حد وممكن يقدم لها؟ شغلها دلوقتي مجال واسع، في ندوات ومؤتمرات وفي دكاترة وشخصيات لمعة، وبعدين هي بنت ذكية ومثقفة ومن عيلة كبيرة. لا بصراحة، هي كل ما بتتكلم عن الشغل بيبقى كلام عن الشغل بس، فيما عدا يعني اتكلمت كده مرة عن سعد عطالة كزميل يعني. سعد عطالة ابن صنعي؟ هو صحيح يعني ابن حلال، انما مهما علي ما يوصلش انها تبقى زميلته.
انت بيسي 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 بيسي. من فضلك يا عم قولي رأيك وبصراحة. في الحقيقة يا بنتي ما خبيش عليك دي حاجة تحير. شوف يا رملة، رجائي ربنا نجاه من الموت بعد ما شافه بعينيه، كان هيتحرم من الدنيا، لكن رجع لها تاني، ورجع لها باندفاع المحروم، عايز يحس انه عايش، عايش جدا، يتكلم يضحك ياكل. صحيح بيحس الحاجات دي بشكل مبالغ فيه، افتكر ده رد فعل طبيعي. تمام كلامك يا عم، لكن انا عايزك ما تقلقيش يا رندا يا بنتي، دي مجرد فترة انتقال وهتعدي ويرجع تاني رجائي لطبيعته وشخصيته الحقيقية. بس في الحقيقة أنا خايف إن يكون إحساسه بالندم ده إحساس مؤقت. ما أنا كمان خايفة وقلقانة، لكن بيني وبينك أنا فرحانة قوي إن هو رجع لي. أيوة يا رندا يا بنتي، بس كده يبقى المفروض إنكم تستنوا على كتب الكتاب شوية. ما هو مش جاي له صبر، ده مستعجل قوي يا عم. والحقيقة يعني أنا محتاجة إن احنا نكتب كتب الكتاب علشان ماما تكون موجودة وتحضره. الله يكرمك يا بنتي، وصدقيني يا رندا ده هيبقى أكبر رد اعتبار لكل اللي حصل. أهلاً أهلاً يا قمر، أهلاً. وبعدين معك بقى يا بيبي، بعدين أصدقك. ده قمر له ليالي يطلع لم يبالي. وكمان بتغني. أيوة، لأن سعيد، لأن القمر سعيد. الله، انزعت عنه الغيوم والهموم. لا لا، هي الحكاية مش زي ما انت فاكر ولا حاجة. كل الموضوع اني اتعلمت منك ازاي افصل. تفتكر ايه في العلبة دي؟ وريني كده. الله الله، دي شبكة رندا. رجائي طلبها مني اجيبها له. انا بقى ما صدقت ان سيادة مش موجودة، عرفت انها عند هند، قلت اجيبها له بسرعة قبل سيادة ما ترجع. ما ترجع، ما لازم تعرف، لازم الكل يعرف. كفايه بقى فراق وعذاب ونكد. لا كانت رندا سعيده ولا رجاء سعيد. شوفي بقى يا حبيبتي، انا لو حد خد مني حاجه لازم برجعها له وفيها بوسه، هو ده نظامي. وخدتها منها ليه؟ لا لا معلش معلش، انا ما خدتهاش منها، ده هي اللي سابتها. الظاهر بقى والله اعلم انها كانت مستغنيه عنها ولا حاجه. ايه ايه تقولي حاجه؟ انا ما قلتش حاجه. افتكرتك يعني بتقولي هي معقول برضو تستغنى عنها. طب فكرت هترجعها لها ازاي؟ طبعا طبعا. ايه؟ زي ما سابتها عندك هي تيجي وتاخدها منك. الله يسامحك، ده انا لو بموت وهي في اخر الدنيا اروح لها ماشي واترجاها انها تقبلها. يا حبيبي ايوه، لكن الحكايه مش انت وهي، تفكرت في كل اللي حواليك. ايه الصوت ده؟ معرفش، يمكن خرفش التليفون. خرفش ده ايه؟ ده صوت الدبلة حياتي بتقولك نحن هنا وكلهم هيشوفوها. والليلة انت عارفة السميحة دلوقتي داخلة عليا زي الملاك وفي ايديها الشبكة. انا عارف بقى هدهلك ازاي وقصاد مين، قصاد المأذون. واوعي تقولي لي المرة دي ما تستعجلش. ده أمر. طيب يا حبيبتي، مع السلامة. أنا ما تستعجلش، مش كفاية اللي ضاع من عمرنا وإحنا بعاد عن بعض؟ أنتوا مش خلاص رجعتوا لبعض؟ لزومه إيه بقى الاستعجال؟ الله، ولزومه إيه إن إحنا نستنى؟ دلوقتي هو أنت هترجعي الشغل تاني؟ خلاص الاجازه خلصت. طب وهتسيبي يحيى مع مين؟ تكونش فاكر اني هسيبه لطنط سياده؟ لا طبعا، هي يعني الست يعني طلعت ذوق معانا نقوم نجمع فيها يعني. طب امال انت هتسيبيها مع مين؟ وبعدين انا واثق ان انت لو قلتي لطنط سياده عمرها ما هتقول لا، بالعكس ده هتفرح جدا. تفرح؟ تفرح بايه؟ تفرح بانها تبقى مربوطه بيه على طول كده؟ وبعدين الست مش وراها حاجات تانية، وراها عيله وبيت، وراها انكل بهجت وزينه ورجائي. طيب اوكي خلاص، بلاش طنط سياده. هتسيبي لمين؟ هتروح الشغل وتسيبي يحيى لمين؟ هنجيب له داتا.
نجيب له دادا ويكون تحت رقابه، رقابه بابا ورقابه طنط سيادة كمان. نجيب له دادا؟ طب والدادا دي هتاخد كام ان شاء الله؟ تاخد اللي تاخده يا ياسر، ما انت ان شاء الله هتقدر تدفع لها. انا هقدر ادفع لها بس برضو كل شيء بحدود، بالعقل. لو كل شيء بالعقل بقى يبقى نتكلم بالعقل. احنا لو ما كناش عايشين هنا كنا هنعيش في شقه تانية، شقه بقى كنا هنأجرها، هندفع ايجار وهندفع غاز وهندفع كهرباء وهندفع حاجات كتير جدا، ده غير الاكل والشرب. احنا هنا بندفع حاجه، احنا عايشين بلوشي. محدش يقول لي يا علي فكري، لان انا كل ما بفكر اكتر بتغاظ اكتر. انت يا بنتي هتفضلي منفعله كده على طول؟ انت مش كنت عيلته وربنا هداكي؟ بتضحكي على ايه دلوقتي؟ خلاص خلاص يا مهجة، ما بضحكش يا ستي، اهو حقك عليا. محدش حاسس باللي بيا. البنت دلوقتي، البنت ما يتكلم ابوها لو ما قالهاش تعالي بتبقى خلاص مجنونه، واحده مجنونه قاعده معايا في البيت عايزه تروح له وبدات معاه كمان. يا بنتي ده ابوها بيحبها ودلعها وفسحها. ميه طفله يا مهجة، لما هتلاقي الدلع لازم تتدلع. وبعدين برضو عباس مهما كان ابوها يعني اكيد بيحبها، بنته الوحيده. بس انا عارفه هو بيعمل ايه بالظبط، هو بيزود قوي يعني بيديها جرعه دلع واهتمام زياده عشان يخلي البنت تتعلق بيه. تتعلق ما تتعلقش بقى بقتش دي مشكلتي انا، مشكلتي حاجه واحده، مش عارفه اربي بنتي. الشيء اللي انا منعها منه هو بيسمح لها بيه. مسكينه ميه، انت شمال وهو يمين، وهي محتاره تروح شمال ولا يمين، تسمع كلام مين ولا مين. ما عادتش محتاره يا بابا، مش دي ميه، طريقة أكلها، كلامها، هزارها. لا لا مش دي بنتي يا بابا. يعني كده؟ أبوها؟ يا ريت أبوها. أم عباس، أنا بقى عندي في البيت مجسم صغير لأم عباس. طول ما هي رايحة وجاية وبتتكلم طفلة، تقعد طول الوقت تقول تتصعب وتتمصمص. يا حبيبتي الأولاد بيحبوا يقلدوا. يقلدوا؟ يقلدوا بس ما يبقوش نسخه بالكربون ماشيه على السطر يا بابا. طب فين مي دلوقتي؟ ما جتش معاكي ليه؟ لا مي دلوقتي عندها حصه مع تيزا بتتصعب. انت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايفه. انت رايح فين؟ رايح مطرح ما انا رايح. اظن ان من حقي اعرف انت رايح فين. انا اسف اذا كنت قطعت حديثكم، بس انا قلت اجي اسلم عليكم قبل ما امشي. انت مسافر؟ يسافر فين؟ تمشي تروح فين يا ابو؟ مش عارف اروح فين. انا حتى مش عايز اروح البيت لبابا وماما لان مش عايزهم يعرفوا. يعرفوا ايه يا ابني؟ ان انا سبت البيت هنا. ما احبهمش يعرفوا ان ابنهم كرامته بتتهان وبتترمي تحت رجلين مراته. مستحيل. اشوف وشكم بخير. استنى. مستحيل. انت واحد مننا يا ابني وانا لا اسمح ان حد هنا. تعال اقعد. أرجوك يا أنكل أنا مش عايز أقعد. أقعد يا ابني أنا تعبان. أرجوك يا أنكل. تعالى يا بابا، تعالى يا بابا أقعد ارتاح. مش معقول كده يا ياسر. أقعد وارتاح عشان بابا كمان يهدى، بابا مش حمل صدمات وأنت عارف كده. غصب عني يا سميحة. آخر حاجة كنت أتوقعها إن هند. هند مالها؟ هند مالها؟ ما تكمل يا ياسر، في إيه؟ زعلتك في حاجة؟ قالت لك حاجة ضايقتك؟ هند بتعايرني يا موكا. مستحيل. علي برهان اسمى وارفع من كده. المعايره دي بتاعت ناس ما عندهمش اصل. وبعدين انا مش متصور ان هند ممكن تعايرك. ليك حق ما تصدقش يا باشا، انا نفسي مش مصدق. طب ما يمكن انت تكون فهمت كلامها غلط. هي قالت لك ايه بالظبط؟ هند عايزه تروح الشغل وتسيب يحيى في البيت، وعايزاني اجيب لها دادا، وانا بصراحه مش موافق. عندك حق. وبدل ما اقول لها انها غلطانه جبت الغلط عليا انا. انا عارف ان اعصابها تعبانه ومش عايزها تزعل مني. قلت لها احنا عشان نجيب دادا لازم تبقى دادا ممتازه، والدادا الممتازه دي هندفع فيها فلوس كتير قوي. اكيد طبعا. قالت لي هو انت بتدفع هنا حاجه؟ ما احنا عايشين بلوشي. قطع السنه اذا كان قالت لك كده. دي مش غلطه فيك لوحدك، دي غلطه فيا انا كمان. وانا فاتح بيتي بنصيهم ولا الكنطه بنتي وجوزها؟ روحي انت الهند لما اشوف اخرتها ايه.
انا راح لها اكسر دماغها ايش كانت قالت لك كده. لا 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 يا انكل ارجوك، هند برضو وتبقى مراتي وام ابني يحيى حفيد حضرتك. انت بتحميها مني بعد ما غلطت فيك غلطه لا تغتفر؟ يا سلام، الله يكرمك، انت ولد ابن اصول. شفتي شفتي يا موجه، اهو مشي وسابني ومش هيرجع لي. يحيى ازاي كده هيتربى من غير اب؟ بنت انت بتعملي لي فيلم هندي ولا ايه؟ بس يا عبيطة ياسر ممشيش ومش هيمشي. ممشيش؟ امال هو فين؟ عند بابا بيشتكي له منك، ومادام بيشتكي يبقى بيت معك. بجد يا موجة؟ حقك عليا يا ياسر يا ابني. العفو يا انكل، بعد اذن حضرتك يا انكل ما تحرجنيش، انا مش هقدر استنى هنا، سيبني براحتي لو سمحت. يا سلام، بابا يقول لك حقك عليا وانت اللي في دماغك في دماغك. خلاص انت حر، اعمل اللي يعجبك. جرى ايه يا سميعة؟ من فضلك يا بابا، انا عمري ما شفتك بتترجى حد بالشكل ده. خلاص اذا عايز يمشي يمشي، سيبه يعمل اللي هو عايزه. امر الله، انا مش هقدر اضغط عليك اكتر من كده. واضح ان حضرتك زعلت مني يا انكل، وانا بصراحه ما اقدرش على زعل حضرتك ابدا. ده كفايه ان انا فضيت كل زعلي مع حضرتك وحضرتك استحملتني، ودي بقى بالذات كبيره قوي عندي. انا بعد اذن حضرتك هروح اصالح هند، رغم ان هي اللي زعلتني. يا سميحة انت لسه صاحية؟ طالعة نام دلوقتي. وبعدين بقى؟ أنا قلقان عليك. ما تقلقش عليا يا رجاي، أنت كاتب كتابك إمتى؟ أجلته. أجلته؟ ليه؟ لحد ما أطمن عليكي وألاقيكي كده رجعت شغلك ورجعت لحياتك الطبيعية. معقول يا رجاي؟ يعني أنا السبب؟ طب أنا عاوز أفهم، ليه كنتي بتتهربي مني؟ مش انا لما بكون في مشكله او ازمه بجيلك واحكيلك؟ امال صاحبتي يعني ايه؟ انا كنت مقتنعه يا هدى ان اي مشكله في الدنيا ممكن يبقى لها حل، لكن انا عارفه ان مشكلتي ملهاش حل، عشان كده ما لجأتلكيش. المشكله يا هدى في قلبي، قلبي حب انسان لا عمره حبني ولا عمره حس بيا ولا عمره اهتم بيكي. من ناحيه الاهتمام هو بيهتم بيا، بس يعني بيهتم بيا زي ما بيهتم بأي حد، هو بيهتم بكل الناس، هو طبعه كده. اصبري، مسيره بكره يحس بيكي. بكره؟ بكره ايه بقى يا هدى؟ ما خلاص فات الأوان، أحب واحدة غيري. فقررتي إنك تعاقبي نفسك، تعزلي نفسك عن العالم، حتى شغلك انقطعتي عنه وبقيتي بتاخدي أجازة ورا أجازة، وآخرتها يا سميحة حلو يعني لما يرفضوكي؟ يا ريت يا هدى، يا ريت. أهلا يا سميرة. على فكرة أنا عايز أتكلم معاكي. أنا من نفسي كنت هنزل الشغل بكرة. مش ده الموضوع، أنا ما ينفعش أتكلم معاكي هنا ولا في الشغل، ولازم أتكلم معاكي. مستحيل يا سعد، ما أقدرش. في إيه يا سميحة؟ أنت متوترة كده ليه؟ في حد هنا تعرفيه أو يعرفك؟ ما أعرفش أي حد هنا، ولا في أي حد هنا يعرفني. أي حد؟ أي حد. حتى أنا؟ حتى أنت. بتستغرب ليه؟ أنت ممكن تعرف حد سنين طويلة ويتهيألك إنك فاهمه كويس قوي، فجأة بتحصل ظروف تخليك تحس إنك ما تعرفوش خالص، أو كأنك بتشوفه لأول مرة. أنت بتتكلمي عن مين؟ عني ولا عنك؟ حتى أنا، أنا ساعات بستغرب روحي، بقول مش ممكن دي تبقى أنا، مش معقول. زي دلوقتي مثلا، أنا مش فاهمة إيه اللي خلاني أوافق إني أجي معاك هنا. أنا عارفة إن أنا عايزة أقول لك كلام يهمك ويهمني، وفي نفس الوقت جوايا رغبة فظيعة
ان اقوم دلوقتي من قدامك واجري. تجري تجري ايه للدرجه دي؟ مش طايقاني. اضحك براحتك، هتكتب الضحكه ليه؟ اقول لك ايه، شر الباليه ما يطفى. انت لحقتي؟ ومن امتى بقى حسيتي انك مش طايقاني؟ انا اساسا مش فاكره اللي قبل كده. ماشي، يعني انا رصيدي معاكي اسود من اولها. كنت بطل بقى تريق او هزار. ايه سعيد قوي حضرتك؟ انا سعيد اولى حاجه. اقول لك على حاجه، انا السعاده بالنسبه لي حلم بعيد بعيد قوي. انا مجرد ان انا ما احسش بالتعاسه، ده في حد ذاته كافي ان انا ابقى سعيد. انا مريت باحزان كتيره انت عارفاها وشاركتيني فيها. الفراق صعب بس الوداع اصعب منه. والوداع ما ابتداش ساعه ما حنان مشيت، ده ابتدى قبل كده بسنين طويلة، وقت ما أنا وهي اكتشفنا الحقيقة المرة. والنهاية ممكن تيجي في أي لحظة، في أي لحظة. أنا آسف يا سميعة. أنا اللي آسف يا سعد. هو أنا أكره إنك تبقى سعيد بس مش مع دي. دي مين؟ انت عارف وانا عارف. انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. كان قلبها حاسس ان ده اللي هيحصل. هي مين اللي كان قلبها حاسس؟ حنان طلبت مني اني اروح لها. كنت عارفه ومقتنعه ان انت مسيرك هتحب وتتجوز. وصيتني عليك، وصيتني كمان امنعك لو فكرت ارتبط بواحده ما تستهلكش وما تستاهلش تبقى أم لابنك. غريبة، أنا أول مرة أعرف إن الكلام ده دار بينك وبين حنان. استني هنا، أنت بتقولي إيه؟ هي كانت حاسة باللي هيحصل، هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إني شفتها معاك في العربية. هي مين اللي شفتها معايا؟ نشوة، شفتها معاك في العربية يوم ما كنت جاي لنا البيت عشان تشوف رجائي وما لقيتنيش. وما تحاولش بقى تعمل ان انت مش فاكر وبتحاول تفتكر. لا 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 لا، انا مش ناس، انا فاكر كويس. بس انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا رايحين. انا مش عايز اعرف، مش عايز اعرف اسباب تلفقها لي. هلفق ايه؟ المساله مش زي ما انت فاكره يا سعد. انا مش عيله صغيره مش فاهمه. مفيش واحده ممكن تطمع في واحد قوي كده الا اذا كان هو مديها وش. يكفي انها فكرت انها تسافر وراك. واوعى تقولي انها كانت رايحه تشوف اختها. طبعا الكلام ده مش مظبوط. مش عارفه بقى من سوء حظها ولا من سوء حظك انك رجعت قبل هي ما توصل لسيادتك. ممكن ارد على الكلام ده؟ مش عايزه اسمع اي رد. ممكن تهدي؟ ايه اهدى دي؟ ايه شايفني مجنونه يعني؟ ايه بقطع في شعري وبقطع في هدومي قدامك؟ جراي سعد. أقول لك على حاجة، شكلك لذيذ وأنت متنرفزة كده وعصبية، تجنني قمر. يا سلام، ما تغيرش الموضوع لو سمحت. وبعدين أنا عايزة أفهم من إمتى بقى والست هانم دي بتهتم قوي بابنك؟ من إمتى وهي بتحبه؟ بابوجي ياما كان بيجي معاك الأوتيل هو ومامته، عمرها ما اهتمت بيه، عمرها ما فكرت تتكلم معاه أو تلعبه. إيه اللي حصل دلوقتي؟ فجأة بقت بتحبه؟ بعدين تقول لي انها عشان اتجوزت وما خلفتش وبتعتبره زي ابنها. كل ده كلام فارغ، شيء حقير جدا منها انها تمسك ولد صغير زي ده وتقعد تقرره بابا بيحب ايه، ماما كانت شاطره في عمايل ايه. حد يعمل كده؟ بعدين تعالى هنا، انت ازاي تزعق للولد وتخصمه عشان كسفها؟ ايه ده، هو ابوك اشتكى لك؟ ايوه اشتكى لي. ما بقتش عارفه اقول له ايه. أقول له إيه؟ أقول له باباك بيحبه والحب عماه؟